لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في المصحف الشريف، في ترتيب المصحف الشريف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إنها الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية لمن تأملها كمال الذل مع كمال الخضوع مع كمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب، فهي في أصلها عبادات القلب، ولذا كان تقوى القلوب بتحصيل العبودية فيها هو الذي يقي العبد من سخط الله وعقابه وعذابه، يقيه من الشقاء في الدنيا والآخرة. ولذا ذكر الله عز وجل الأمر بالتقوى، الأمر بالعبادة، معللا بتحصيل التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن تأمل أيضا أوامر الله عز وجل وثناءه على عباده المؤمنين، تبين له أن العبادات الظاهرة إنما هي لتحصيل العبادات الباطنة وإصلاح القلوب وتحصيل تقواها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ولم يذكر في هذا الموضع الزكاة بالإيتاء كما هو الحال في معظم آيات القرآن، وإنما ذكرها بالفعل، فإن المقصود بها التزكية وإصلاح القلب، زكاة القلوب، لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين هم بالآخرة كافرون. قال: زكاة القلوب لا إله إلا الله، أو كما قال رضي الله عنه. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإن العبادات الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة لا يمكن تحصيل التقوى تقوى القلوب إلا من خلالها. فشرع الله لنا العبادات المختلفة التي بها تزكو قلوبنا وتحصل التقوى، وبها ينطلق قلب الإنسان من أسر عبودية الشهوات، وإن خلقت فيه فضلا عما لم يجعل في أصل خلقته. فالشهوات نوعان: شهوات جعلها الله عز وجل وخلقها في الإنسان لتحقيق مصالحه في دنياه والاستمرار الحياة كالطعام والشراب، وقبل ذلك النفس. وكذلك الشهوة الجنسية هي لحفظ نوع الإنسان واستمرار وجوده على وجه الأرض لإقامة الغاية والحكمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وهي تحقيق العبودية له. هذه الشهوات التي خلقت فيه لم يحرمها الله عز وجل بالكلية، وإنما هذبها، وإنما جعلها تحت سلطان القلب الذي حصلت فيه التقوى وامتلأ بحب الله عز وجل والخضوع له. فكان لا بد من الامتناع من هذه الشهوات في بعض الأوقات تأكيدا على تحصيل حكم سلطان البدن القلب، الذي إذا امتلأ بالإيمان كانت هذه الرغبات وهذه الشهوات في حقيقة الأمر تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد. وكذلك جعل الله عز وجل في قلبه حب المال والتملك دون أن يكون الإنسان خاضعا لعبودية الدرهم والدينار، بل ليعمر الأرض وينتفع، لا ليكون أسير المال عاجزا عن التخلص من حبه في الحرام. فإن من تسلط حب المال على قلبه فإنه يطلبه من غير حله ولا بد، وينفقه كذلك في غير حله. فشرع الله عز وجل لنا الزكاة كما شرع لنا التحكم في الطعام والشراب والشهوة بالصيام، وكذلك النوم، فإنها شهوة ضرورية لاستمرار الحياة، لكن لا يمكن أن تتحول عند العبد المؤمن إلى الكسل والخمول والدعة حتى يترك ما شرع له. ولذا شرع الله لنا صلاة القيام، فالله عز وجل جمع لنا في الشهر الكريم القادم ما تتحرر به نفوسنا من سلطان الشهوات الأرضية التي تناسب خلقة الإنسان من الطين، فهي تدفعه إلى الأرض، لكن روحه العلوية المشرفة التي نسبها الله إلى نفسه وحول بها هذا الطين المنتن الصلصال من حمأ مسنون، حوله إلى هذا الخلق الكريم في أحسن تقويم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، من حمأ مسنون، من طين منتن استنى لم يتسنه يتغير، لم يتسنه لم يتغير، فالمسنون المتغير المنتن. قال فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين.
فبالروح ارتفع الإنسان إلى هذه المنزلة، وتسويات الله عز وجل له في هذه الصورة العجيبة الكريمة، تسويات الله له بيديه ونفخه فيه من روحه، هيأه لهذه المنزلة أن تسجد له الملائكة. فالروح تريد أن ترتفع، والبدن يريد حظه من الأرض التي خلق منها. لمن تكون الغلبة؟ لا بد وأن تكون للروح بتحصيل التقوى. وأما الإرادات الأخرى والشهوات التي لم تخلق فيه فهي الشهوات الإبليسية التي يجذبه الشيطان إليها بالشهوات الأرضية، ليتحول بعد ذلك إلى أن يكون منه، كما قال عز وجل: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. بالشهوات الإبليسية يصبح الإنسان شيطانا، وهذه الشهوات في الكبر والعلو في الأرض والإفساد فيها وسفك الدماء وحب ظهور المنكرات، والشرك أعظم المنكرات، والنفاق والكفر. فهذه الشهوات الإبليسية التي ليست من أصل خلقة الإنسان لا بد وأن يتخلص الإنسان منها بالكلية، ولا يبقى في قلبه ذرة منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والعجب بالنفس من أعظم هذه الخصال، بل هو أصل التكبر، أن يرى الإنسان في نفسه كمالات وهمية لا يرى فيها النقص والعجز والفقر الذي هو حقيقتها، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حقيقة الإنسان الفقر والعجز، حقيقته أنه لا يملك شيئا في الحقيقة، كيف وهو لا يملك دق قلبه، ولا يملك نبض، وهو لا يملك جري الدم في عروقه، ولا يملك وظائف مخه وكليته ومعدته وكل وظائف بدنه لا يملكها. فأن له بالعجب بالنفس، عقلك ومخك الذي تفتخر به احذر، فإنه لا يمكن أن يدرك كل شيء، فضلا أن تعارض به الشرع، نعوذ بالله من ذلك. شرع الله عز وجل لنا أنواع العبودية التي يتطهر القلب من جميع الشهوات المحرمة، الأرضية منها بضبطها وعدم تجاوزها، والشيطانية منها بكسر النفس الإنسانية وتذكيرها بحقيقة فقرها واحتياجها. فلذلك كان الشعور بالجوع والعطش يذكر الإنسان بفقره الأساسي، يذكره بأنه إن لم يأته رزق الله الذي لو تأمل سلسلته لأيقن يقينا أنه لا يملكه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن
أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. كم يحتاج مجهود الإنسان لكي يحول لترات من ماء البحر إلى ماء عذب، ينزل من السماء عذبا زلالا على وفق احتياجات الإنسان. سبحان الله، إن الجوع والعطش وكذلك الصوم عن الشهوة الجنسية ساعات من النهار تذكر الإنسان بفقره وحاجته، ليس هو بالرب الخالق المدبر. إن ما شرعه الله عز وجل من الصيام عبادة ضرورية لتذكير الإنسان بحاله الأول من الفقر والحاجة. وإن كان بعض الناس قد ابتلاهم الله بالغنى، ونقول ابتلاهم بالغنى، وبعضهم قد ابتلاهم بالفقر، فإن الكل بلاء. فإذا أدرك الجميع أصل حاجة الإنسان وفقره، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا طعاما ولا شرابا ولا حتى استمرار النسل، خلق قهرا ويموت قهرا، ولا يملك أبوه وأمه أن يخلقاه ولا أن يوجده إلا أن يأذن الله الذي جمع بين المنيين حتى صار هذا الإنسان، وهو في بطن أمه ينتقل من نطفة لعلقة لمضغة لعظام ولحم ثم للخلق الآخر على صورة ما سواه الله. الصورة الأولى التي سواها الله بيده صورة آدم عليه السلام، الذي لم يمر بهذه المراحل من منا ملك نفسه أو أولاده فضلا عن غيرهم لينقلهم هذا النقل. هذا الافتقار إلى الله لا يحصل في قلب العبد إلا إذا تحرر من الشهوات وأدرك أنه لا يملك شيئا في حقيقة الأمر، وإنما هو مبتلى، مبتلى غني أو مبتلى فقير أو فيما بين ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في رمضان تجتمع العبوديات المختلفة، عبودية الصلاة وعبودية الصيام وعبودية النفقة ثم الزكاة. فإن تفطير الصائم في رمضان يكون له مثل أجر من صام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص ذلك من أجره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الزكاة زكاة الفطر، وكثير من الناس رزقهم يكون في رمضان فيتم عليهم زكاة الفطر في رمضان، وإن كان تتم عليهم زكاة المال في رمضان. وإن كان لابد لنا أن نعلم أن الإنسان ليس هو الذي يحدد موعد زكاة المال كما يفعل كثير من الناس، فكثير من الناس يخرج الزكاة في رمضان زكاة المال ويظن أن ذلك يجزئه دون النظر إلى يوم وجوبها، فلها يوم وجوب. ففي زكاة الزروع والثمار هي يوم الحصاد، وزكاة المال النقدين الذهب والفضة، والذهب سواء كان عملة أو كان حليا لعموم الأدلة، وكذا النقود المعاصرة فإنها تقوم مقام الذهب والفضة اتفاقا، وتجب فيها الزكاة اتفاقا. هذه لها وقت وجوب، يوم وجوب، وهو اليوم الذي مر فيه حول هجري على ملك النصاب،
وكثير من الناس لا يتدبر هذه المسألة ولا يفكر فيها. فإذا قلت له ما يوم نصابك، ما يوم وجوب زكاتك، قال لا أتذكر، مع أنه فرض على كل إنسان ملك مالا عنده مال اقتناه أن يعرف فقه الزكاة الواجب، وأن يعرف متى وما هو قدر النصاب، وهو على قول جمهور أهل العلم من المتقدمين على نصاب الفضة في الأوراق النقدية الحالية، وهو قيمة 595 جراما من الفضة، نحو 6000 جنيه أو أقل أو أكثر حسب سعر الفضة، لكن في هذه الحدود. فهذا المال متى ملكته وجب عليك أن ترصد ذلك اليوم، فإذا مر عام عليه حسبت ما معك، ما أتى في العام وما استثمرته فيه وما كان من أجرة عمل أديته أو مرتب وادخر في نفس اليوم من العام الهجري وليس العام الميلادي، فإن هناك فرق بين السنة القمرية والشمسية 11 يوما كل عام، وربما كان أقل قليلا أو أكثر. العدد نقصد بذلك 11 يوما ونصف، 10 أيام ونصف، المقصود بذلك أنه 11 يوما. في اليوم الذي ملكت فيه النصاب تحسب زكاة مالك في اليوم الذي يماثله من العام الهجري المقبل، ثم يجب عليك أن تخرج ربع العشر 2.5% من ذلك المال المتجمع، ولو أتى بميراث أو أتى بهبة أو بأي نوع من أنواع الكسب خلال العام. فالصواب، فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يلحق بالأصل ويزكى بزكاته، وليس أن يجعل لكل مال يوما منفصلا، فإن هذا لا تأتي به الشريعة، وكيف بمن يكون أجره متغيرا في أول النهار عن آخره يكتسب شيئا. وحقيقة الموظفين أيضا أنهم يكتسبون مالهم تدريجيا، وإن قبضوه آخر العام فإنه يستحق الأجرة عن كل يوم عمل فيه، ولذلك يستحيل أن نأمره بأن يكون كل يوم من أيام السنة يحسب الزكاة الواجبة عليه ليخرجها، ليخرج القدر الذي حصله في اليوم في العام القادم، وإنما العبرة بالأصل، إذا بلغ نصابا وجب إخراج الزكاة. ومن أراد أن يعجل فلا بأس، كما تعود كثير من الناس أن يخرجوا الزكاة في رمضان إن كانت على السنة الآتية على سبيل التقديم فلا بأس، وأما عن الماضية التي قد وجب زكاتها مثلا في رجب أو في شعبان لا يجوز أن تتأخر ولو يوما واحدا، لا يجوز تأخيرها عن غروب الشمس من اليوم الذي اكتمل فيه النصاب. نقول قد شرع الله لنا في رمضان من الصوم عن الطعام والشراب والشهوة وحب المال بالنفقة الواجبة والمستحبة، وما شرع لنا فيه أيضا من الحج من العمرة التي تعدل حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، فمن يسر الله له ذلك ففرصة يغتنمها ليجمع أركان الإسلام في هذا الشهر، ثم هذا كله في صلاح القلب لعلكم تتقون. بدأ الله آيات الصيام في سورة البقرة بالتقوى وختمها بالتقوى، قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. شهر رمضان شهر مبارك عظيم، لنجتهد في إصلاح قلوبنا، لنجد لذة العبادات وحقيقتها من حب الله عز وجل والخضوع له والانقياد له،
فالصوم له فرحة يعالج بها حزن القلب وهمه وغمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكر لله عز وجل واجب على ما أنعم علينا بهذه الشريعة الكاملة. كتب الله الصيام على من قبلنا، ولكن جعل لنا أكمل الصيام، فإن النفس الإنسانية لا يحصل لها حقيقة الافتقار وحقيقة الانكسار لرب العالمين إلا بأن يتتابع الصيام أياما، وليس فقط أن يصوم عن نوع من الأطعمة، وإن كان الظاهر أن ما اخترعه أهل الكتاب من الصيام من الصوم عن أنواع من الأطعمة دون غيرها ليس هو الذي شرعه الله لهم، لأن الله قال: كما كتب على الذين من قبلكم. فكما كتب الله علينا الصيام الذي هو الامتناع من الطعام والشراب والشهوة في أصل الأمر، كان مكتوبا على من قبلنا. ولكن كان الناس في أول الإسلام لم يفرض عليهم شهر كامل متتابع الذي هو أكمل الصيام وأفضله، وأن يكون ذلك في أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكان البدء في ذلك بأن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وأن يصوموا عاشوراء، شكرا لنعمة الله عز وجل على أمة الإيمان عبر الزمان، فإننا أمة واحدة. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، 10 من المحرم، فسأل عنه فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان واجبا في أول الإسلام تأكيدا لوحدة هذا الدين. هذا الدين هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء، والذي أصله ما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم اتباع الرسل والإيمان بهم. ولذا كان من أشرك بالله ليس على دين نبي من الأنبياء، لا موسى ولا عيسى، لا هو موسوي ولا مسيحي على الحقيقة، وإنما المسلمون من وحدوا الله واتبعوا أنبياءه. ولذا لا يقبل من أحد لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به صرف ولا عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم لم يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: قد كتب الصيام في أول الإسلام أياما معدودات، وهذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية. من أهل العلم من قال: رمضان أيام معدودات، والصحيح أن رمضان شهر هو بدل عن الأيام المعدودات التي كانت 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء.
وقد دلت الأدلة أيضا على أن قريشا كانت تحفظ ذلك في الجاهلية، كما في حديث عائشة في الصحيح: وكانت قريش تصومه تصوم عاشوراء في الجاهلية. فلعله من ميراث إبراهيم عليه السلام قبل أن يوافق اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده. وذلك ليس بمستبعد، فإن أعياد أهل الإسلام كلها أيام ذكر نعم الله عز وجل بالدين، وليس فقط بالطعام والشراب وأمور الدنيا. فكما شرع الله لنا عيد الفطر شكرا لنعمة الله على هدايته لشهر رمضان، وشرع لنا عيد الأضحى شكرا لنعمة الله عز وجل علينا في قضية الذبح بالفدية وبقاء إسماعيل الذي كان من نسله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي به حفظ الله دين الأنبياء وجعله حياة لقلوب العباد جميعا. وكذلك عاشوراء عيد يعتاد فيه الصيام شكرا لنعمة الله على موسى، فالذي يظهر أنه من ميراث الأنبياء قديما. ثم شرع الله عز وجل بعد ذلك صوم شهر رمضان، ونسخ وجوب الثلاثة الأيام من كل شهر، وإن ظل مستحبا، والمستحب أن يكون متتابعات، والأفضل أن يكون الثلاثة الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ظل مستحبا، ومشروعيته تجعل العبد كأنما صام الشهر، وإذا زاد على ذلك فهو أجر مضاعف، ولا يشرع صيام شهر كامل غير رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، كان صومه كله إلا قليلا، وشرع صيام الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم، وحرم صوم يوم الشك، ونهى عن أن يقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، أما يوم الشك فهو يوم الأربعاء القادم إن لم ترى الرؤية ليلة الثلاثاء، فمن يصومه احتياطا فإن ذلك لا يشرع. والواجب على كل بلد أن يصوموا معا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وقال ذلك صلى الله عليه وسلم خطابا لأهل مدينته، ولم يأمر من كان في الأقطار الأخرى باتباع ذلك، فدل الأمر على أن لكل أهل بلد رؤيتهم وصومهم، كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أرسل كريبا إلى الشام في حاجة، فعاد كريب بالحاجة فسأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته، ورآه الناس، ورآه معاوية، وصام الناس وصام معاوية. قال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فقال له: ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأن يصوم كل أهل بلد مع بعضهم، وأن يفطروا مع بعضهم. وإذا انتقلت إلى بلد آخر فأنت تصوم معهم، وإن كان الصيام أقل من 29 يوما قضيت يوما للخطأ في أول الشهر. لكن لا يشرع أن يفطر بعض الناس وأن يصوم بعضهم على بلد أخرى، وكذا بالأولى لا يفطر بعض الناس وأهل بلده صائمون على بلد أخرى. والحساب الفلكي في ذلك مرشد وليس حجة قاطعة في إثبات دخول الشهر، والموكل بذلك من جعل له الأمر كالمفتي أو رئيس القضاء أو نحو ذلك.
فإذا أمر الناس بالصوم أو الفطر في وجه مستساغ حتى ولو خالف اجتهادك فصم مع الناس وأفطر مع الناس امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.